هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة المؤتمرات الجهوية التي تعقدها الفيدرالية الوطنية لنساء التجمع بهدف مدارسة ومناقشة مدونة الأسرة، بعدما تفضل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإطلاق ورش التفكير في سبل وصياغ تنقيح وتجويد مدونة الأسرة بعد التجربة الطويلة يعني حوالي 18 سنة من التعامل بهذا النص القانوني أمام المحاكم. المؤتمرات هي لحظات استماع للخبراء، للنساء، للمسؤولات في هياكل الحزب، وتوسيع الاستماع إلى كل الحساسيات وكل الفئات بهدف بلورة أطروحة تعبر عن موقف التجمع الوطني للأحرار والإصلاحات التي سيدافع عنها بهدف تمكين بلادنا من تنقيح توافقي وإصلاح توافقي لمقتضيات مدونة الأسرة من أجل إصلاح بعض الاقتلالات التي عبرت عنها الممارسة واستكشاف أفاق واعدة تكرم المرأة وتوسع حقوقها وتعتني بالطفل وتجعل من المدونة في صيغتها الجديدة إن شاء الله فتحا جديدا في مسيرة المرأة المغربية والأسرة المغربية نحو الكرامة، خاصة مع اعتماد حكومة عزيزة خنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار للدولة الاجتماعية كطموح وكأفق نعبئ جميع الوسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحول إلى واقع يومي ينعم به المغرب. إذن هذا لقاء تشاوري اللي نظمته فيدرالية المرأة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وهذه مناسبة أننا اليوم مجموعة ديال المحامون والمحاميات والبرلمانيين والبرلمانيون بالإضافة لمجموعة ديال الأخوات والإخوان المناضلين والمناضلات التجمعيين أنهم يعطيوا واحد الدفعة واحد الشحنة للمدونة الأسرة اللي وصلت الأمد ديالها واللي اليوم باش تطبيقا لتوجيهات سامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا في الخطاب الملكي الخطاب الأخير ديال العرش أكد على أننا ضروري من تحيين هذه المدونة وضروري من التشاور مع جميع شرائح المجتمع ومع جميع الفئات ومع جميع الهيئات الحاكمة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.